وبقالنا شويه بنلاقي ايه انخفاضات ما عدا فتره العيد كان في ارتفاع. انا بتكلم على الذهب. الساعات اللي فاتت الذهب سجل تراجع في الاسعار وصل ل 20 جنيه في الجرام، وده رقم. طب يا ترى التراجع ده برضه هيستمر ولا الاسعار هتستقر، خاصه انه بعد ما تراجع لفتره قبل العيد وفترة العيد حصل كده ارتفاع بعض الشيء. تعالوا نتعرف أكتر من دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين. دكتور ناجي مساء الخير. نور يا فندم، أهلا بحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. الذهب نزل، يعني نزل شوية وبعدين على وقت عيد الأضحى كده لقيناه ابتدى يطلع 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 وبعدين ابتدى ينزل تاني اليومين دول. طيب بس طبعا احنا ما رجعناش للارقام القديمه خالص، يعني احنا لسه بنتكلم في الارقام بعد نسب الارتفاع العاليه اللي حصلت. هل يعني نتوقع تراجع بشكل اكبر لاسعار الذهب؟ هو طبعا حضرتك حصل بيبقى فيه زياده استهلاك على الاعياد، الخطوبات والجوازات طبعا والشبكات، وده الكلام ده انا قلته قبل ان هيحصل ارتفاع يعني من 20 ل 30 جنيه على في الاعياد. لكن هو واخد سكته لسه في توازن اكتر للاسعار، وفي ممكن انخفاض يعني برضو لا يتخطى ال 50 جنيه، لان ما ننساش طبعا ان مبادره زيرو جمارك كان ليها تاثير قوي جدا جدا. المبادره اللي قدمت بها وزاره التموين مع الاستاذ الدكتور علي مصلحي اعفاء واردات الذهب بكافه اشكالها وصورها، سبائك او جنيهات او مشغول او نصف مشغول من اي جمارك ما عدا ضريبه القيمه المضافه التي تطبق 14% فقط على المصنعيه. يعني ما ننساش الشهر اللي فات دخل اكثر من 300 كيلو، واعتقد ان الحصيله الموجوده حاليا هي اكثر من كده بكتير. احنا في موسم عوده يعني المصريين أكيد في اجازات طبعاً، فاكيد جايبين معاهم ذهب. فطبعا زياده العرض اي سلعه في الدنيا هي يعني الاتاحه كل ما كان متاحه اكتر والمعروض اكتر، فبيحصل بالانس توازن ما بين العرض البيع والشراء، فبيحصل تراجع في الاسعار. انما احنا مش بعيدين خالص عن السعر العالمي دلوقتي، يعني هو ماكسيمم يعني من 20 ل 40 جنيه تراجع اخر، والسعر حاليا يعتبر يعني يعتبر متوازن. وبرضو الرجوع ده لان برضو البورصات العالميه الذهب تراجع عالميا وصل ل 1912 بعد ما كان 1960 و80، فده برضو أثر عندنا أدى لتراجع أسعار الذهب، ووصل عيار 21 2190 وعيار 18 1877 وعيار 24 2502 والجنيه 17 250، ودي طبعا اسعار 17250 النهارده لانه كان امبارح كان 17600 تقريبا. لا انا بكلمك اللحظه حاليا في اللحظه دي فهمت. طب نزل 400 جنيه تقريبا يعني. طبعا فده طبعا وطبعا توازن الذهب ده يعني شيء جيد وشيء بيتيح يعني استقرار للسوق. وطبعا ما ننساش التأثير برضو بكرر مبادرة زيرو جمارك دي كان لها تأثير قوي جدا جدا. صحيح. ودي احدى المشاريع الاقتراحات الرائعة اللي تقدمت بها وزارة التموين، وتوجد مقترحات اخرى طبعا زي تكويد والدمغ بالليزر وزي مشاريع الورش الصغيرة. فوزارة التموين عندها مشاريع قوية جدا بالنسبة لقطاع الذهب، وبتعتبر قطاع الذهب من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، لأن فعلا الذهب هو عمود يعني أساسي في الاقتصاد القومي وداعم للعملة المحلية. طب دكتور ناجي، يعني خليني أتكلم أنه المبادرة دي اللي هي زيرو جمارك، أنا فاكرة أنه لما صدر هذا القرار قالوا لمدة 6 شهور فقط. تمام يا فندم. طيب ما بعد الست شهور نتوقع
اللي هنلاقي بقى الطفرات اللي شفناها قبل كده؟ لا، نتوقع تجديدها لان المبادره دي يا سلام. ايوه كده. ايوه كده. المبادره دي يعني عملت استقرار جيد جدا في السوق. ما تنسيش حضرتك احنا كنا كل يوم ومع حضرتك كنا بنتكلم ان السوق كان بيزيد كل يوم معدل من 30 ل 50 جنيه، والسوق في خلال 3 اشهر يعني ارتفع اكتر من 700 جنيه. يعني وكان ارتفاع يعني ان لوجيك، يعني غير عقلي، يعني غير مبرر يعني. صحيح. ومزعج احيانا، حتى مزعج للي بيشتري كمان، لان ممكن يعني وصلت ان المحلات منعت البيع والشراء تليفونيا، يعني البيع في لحظتها. الجنيه الذهبي يا فندم وصل ل 22000 جنيه تقريبا، ونص يا فندم، ونص. تمام. ما ده برضو كان رقم مش مفهوم. رقم جدا جدا طبعا جدا. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه على اللونج تيرم انفستمنت. يعني الذهب برضو يعني مخزن قيمة جيد، والأسعار الحالية تعتبر يعني فرصة يعني جيدة. طيب. حلو. الأسعار الحالية فرصة جيدة، يعني ده وقت مناسب للشراء. بالعكس، اللي بيشتري ذهب، وخدي بال حضرتك يعني لو بتتابع اسعار الذهب، الذهب حتى لو نزل بيرجع تاني، يعني بيتخطى النقطه اللي هو نزل منها. فاحنا متوقعين يتخطى ال 2000 دولار وال 2500 دولار عالميا، ولو وصلنا لهذا المستوى هنجد برضو اسعار تعتبر جيد مرتفع في مصر. طيب يعني خليني كده اعرف من حضرتك، لو انتوا عندكم احصائيه او عندكم بيانات انه الناس بتشتري اكتر ايه، هل المشغولات الذهبيه ام الجنيه والسبائك الذهب؟ الناس حضرتك بالظبط كده، يعني كان من اول 3 اشهر في السنه كانت 90% شراء سبائك وجنيهات فقط لا غير. وعشان كده مع الاستاذ دكتور علي مصلحي وزير التموين اتخذ قرار ان معامله السبائك ال 50 جرام وال 100 جرام معامله المشغولات، بحيث ان لان بدات المصانع تشتكي، بدات الورش الصغيره تشتكي، بدات العماله تقف. ف يعني احنا قرار رائع جدا، قرار ممتاز جدا، وبيعيد توزيع ويعيد الاتجاه الصحيح للشراء نحو ان السبائك والجنيهات يبقى لها نفس الفرصه، هي زي المشغولات. وطبعا المشتري اللي ما بيشتري مشغولات وبيجد انها نفس السعر فيفضل المشغولات، لانها يقدر يستمتع بيها، يتزين بيها، يتزين بيها. وفي نفس الوقت هي ذهب عادي جدا، وكده يبقى احنا شغلنا اكبر يعني عدد من الورش الصغيره ومن المصانع، وفي نفس الوقت برضو اللي بيحب يقتني الذهب وجد مبتغى. طيب دكتور ناجي، عايزه اسالك سؤال اخير، هل مع ارتفاع اسعار الذهب عن السابق طبعا، يعني خليني اقول، هل الناس اتجهت للفضه مع ان الفضه زادت برضو؟ اكيد الفضه وصلت اسعار فلكيه اخرى، لانها كانت ماشيه بالتوازي. أيوة. مع الذهب تماما يعني. طبعا في اللي ما بيقدرش يشتري ذهب، الفضه بتبقى موجوده وسعرها مناسب، واشكالها كمان بقت هايله جدا يعني. صحيح. بقت يعني فيها تشكيله تعادل موديلات الذهب يعني، وفي اسعار تعتبر فوق الممتازه. صحيح. وفي ناس دلوقتي بقت تعمل الفضه وتطليها ذهب فبيبان كانها ذهب. تماما يعني. صحيح. وفي ناس بتطليها ابيض كانها بلاتينم. صحيح. كانها بلاتين يعني، واخد يعني كده وكده. الفضه طبعا لا ليها، واصبح ليها سوق، ليها سوق، ليها احنا مصنعيتنا في الفضه وصلت للعالميه يا فندم، يعني في دلوقتي محلات واسامي براندات عالميه كل شغلها فضه. طبعا اكيد. الفضه من يعني هي معدن نفيس زيه زي الذهب. صحيح. فطبعا اللي ما عندوش امكانيه يشتري ذهب لا بيفكر يشتري فضه، وده بيبقى مجال جيد ايضا. صحيح. دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين، انا بشكرك شكرا جزيلا. عفوا. يا فندم. طيب.